طبعا الفستان ده اول ما هتشوفي الصورة بتاعته هتقولي ان انتي مش هتعرفي تعملي الفستان ده، بس انا متأكدة انك هتعرفي تعمليه، وهيبقى تحدي بينك وبين نفسك. فستان هنعمله النهاردة بشكل سهل وبسيط انا وانتي مع بعضينا. الفستان مقاس 40، بس انا متأكدة انك مش هتكملي الفيديو لحد الاخر وهتقولي لا مش هعرف اعمله، بس ان شاء الله انا متأكدة انك واحدة واحدة كده هتعملي الفستان ده واحسن منه. فستان خروج بشكل جميل قوي وسهل وبسيط. الفستان ينفع لكل المقاسات وكمان لكل الأعمار، وينفع كمان لكل المناسبات مع تغيير نوع القماش. كل ده بطريقة سهلة وبسيطة هنعرفه في الفيديو. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الأجمل علشان خاطر نستمر في الأحسن والأحسن بإذن الله. وأهم حاجة يا جماعة إنك واحدة واحدة وإنتي بتتفرجي وما تسيبيش أي خطوة، لأن في كل خطوة بنشرح فيها حاجة معينة. ويا رب الفستان يعجبك بصورة سهلة وبسيطة قوي. ومتنسيش بس أهم حاجة في الفيديو كله والصلاة على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل الفستان بشكل سهل وبسيط. يا جماعه مع بعض وهنبدا نعمل الفستان بشكل سهل وبسيط قوي، يلا بينا. اول حاجه خالص معانا ربع دوران الصدر هنحطه هنا كده 23، وبعدين هنبدا ننزل بطول حلقه الرقبه بتاعتي. طبعا طول حلقه الرقبه بالظبط 7.5، هننزل طول حلقه الرقبه الاماميه، وبعدين نحط طول حلقه الرقبه الخلفيه 1.5، وبعدين نبدا نعمل عرض حلقه الرقبه برضك 7.5 بالشكل ده كده اهو الطريقه دي. طيب وبعدين وبعد كده هنبدا واحده واحده ان احنا ننزل من هنا 3 سم لان الكتف بتاعي، هنحط خط بدون مقاس، وبعدين هنبدا نحط طول الكتف. طول الكتف بالظبط معايا 12.5، وبعد كده هنبدا ننزل بطول الظهر، بننزله طبعا على 2، يعني طول الظهر معايا 40.5، بنزل هنا 20 لوحدها وهنا 20.5 لوحدها عشان احط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي وربع دوران الوسط في مكانه الطبيعي. وبعدين ببدأ انزل من الكتف على دوران الصدر، برتفع من هنا كده 6 سنتي، وبخش هنا 1 سنتي، وبعدين ببدأ اعمل حردة الجيرو بتاعتي بالشكل ده تمام. وبعد كده هبدأ ان انا اوصل بقى الطول معايا ببعضه، وطلع معايا البطرون الاساسي بالشكل ده. التعديلات بقى كلها، كل التعديلات عموما جاية بعد كده مش قبل كده. بعد كده ازاي بقى هوريكي دلوقتي حالا. بصي بقى هنقص كله مع بعضه الاول اهو، هنقصه كده واحده واحده، شايفه ازاي؟ بص بقى هنبدا نقص خطوه خطوه تمام بالشكل ده اهو. طبعا الموضوع سهل قوي قوي بسيط، بس هطلب منك طلب واحد، اللايك الجميل علشان الفيديو ده يرتفع وناس كتيره قوي تشوفه. وبعدين هنيجي من هنا ونفس الواحده. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي هنبدا نشيل حرده الرقبه الاماميه زي ما انت شايفه كده اهو الطريقه دي. التعديلات بقى هتبدا من هنا. اول تعديل معانا بصوا بقى تعديل مهم قوي ونركز فيه لان هو اساسا سهل، بس انت ما تحسيش ان هو في حاجه اي مشكله او اي حاجه. اولا بتجيبي قماشه جبير تمام، بتقصيها نفس الباترون ده زي الباترون ده كده، بتقصيها هي هي يعني طبقتين من الباترون ده، طبقه بتكون مثلا ستان مثلا والطبقه الثانيه تكون جبير تمام. الفستان هو خروج وكمان سواري، يعني الفكره بتاعته معموله خروج وكمان فستان سواري، بس احنا هنقول ان هو خروج عشان هو ينفع بردك للصبح اكتر حاجه. دلوقتي بقى هنبدا نعمل ايه؟ شفتي رسمه القب بتاعتنا اللي هي كده كده، وهنبدا نيجي من الناحيه الثانيه ونروح نفس راسمين نفس الرسمه كده، ونقف هنا كده بالشكل ده. شايفين يا جماعة رسمة الكب بتاعتنا عملناها ازاي؟ الجبير بتاعي عايز انه يظهر هنا. الجبير بعد ما خيطته المفروض ان الجبير كله ما يبقاش في كل الاجزاء دي، لا ممكن ان انا اقصه ويبقى في الحتة دي بس. طب هنفصله ازاي مريم الجبير عن الشكل الاساسي بتاعنا او الشكل الاساسي بتاع الفستان؟ هبدأ ان انا هفصلهولك كده اهو عشان اعرفك بس ان هنا دي قماشة مختلفة تماما، دي قماشة مختلفة تماما، قماشه فيها شغل خرز شغل جبير، فيها انواع من الشغل حلوه قوي وبسيطه، شايفه ازاي؟ اهي كده كده تمام. هنا بفصل انا القماش عن بعضه المفروض يعني، او بركب القماشه، بجيب قطعه كده من القماشه بعد ما قصيت الباترون بتاعي اهو كامل، بروح جايبه قطعه قماشه جبير واحطها هنا تمام تمام. وبعدين بعمل ايه بقى؟ شايفين الخط ده؟ الخط ده ببدا ان انا اجيب القطعه دي كده واروح عاملاها كسرات، القطعه دي بروح عاملاها كسرات اهي. هبدا ان انا اجيب الدباسه بتاعتي
مش كسرات بس، لا ده كمان كسرات والماز، يعني اتنين مع بعض. تمام اهي، المفروض ان انا اعمل اصلا قطعتين منها، بس انا هعمل قطعه دلوقتي واحده وهشوف هتيجي هتكمل معايا لحد فين بالظبط كده، وهتكمل معايا. تمام اهو، ادي الموضوع يا جماعه سهل قوي وبسيط. دلوقتي بقى هنبدا نمشي خطوات كده بالطريقه دي، شايفه ازاي؟ طبعا انا مش هعرف ادبس الكلام ده بالدباسه، فهعمل ايه بقى؟ هبدا اجيب هجيب الكسرات بتاعتي. طبعا انتوا عارفين ان الكسرات هي الحاجه الوحيده اللي هتخليني ادبس كل الكلام ده، الدبس دي. تمام الدبس دي هي اللي هتخليني اقدر ادبس كل الحاجات دي. فهنبدا بقى ان احنا ندبس، يا اما تدبسيها من هنا يا اما من هنا، على حسب ما انت نفسك تحبي، يعني انت حابه تعمليها من هنا من الجنب ده ولا الجنب التاني، بس انا عن نفسي محتاجه الجنب ده اكتر. تمام، فعشان خاطر اخليها بس تبقى جايه كده ايه على القاب بتاعها، والزاويه بتاعت القاب دي هاخدها، يعني ما سيبهاش زاويه القاب دي، هاخدها وما سيبهاش اهي. بصوا بقى هنبدا ندبس ونكمل التدبيس لحد النهايه. تمام اهو كده، المهم عندي الزوايا، المهم عندي مش الشكل بتاعها الاولاني او التاني، انا المهم عندي بعمل ايه الزوايا دي، اهي الزاويه دي. بعد كده ناخدها بقى بخط ايه عمودي كده اهو. تمام من تحت من هنا كده وندبسها. طيب بعدين هنعمل ايه بقى؟ بعدين نروح قاصين الزياده دي. الزياده دي هتكفي؟ لا مش هتكفي، قبل ما اركبها خالص لا مش هتكفي، احنا محتاجين قطعه تانية، قطعه تكون رفيعه شويه نفس الرفع بتاع دي بالظبط. خلونا بس نقيس عليها عشان خاطر ايه يبقى الموضوع بالنسبه لنا او الحجم بالنسبه لنا مظبوط وتمام. دلوقتي شلنا القطعه دي، هبدا ان انا اعمل كسرات زي كده والفها الناحيه الثانيه وارجع لك على طول. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي ادي الكسرات ركبتها، تمام ركبتها في كل حته طبعا زي ما انت شايفه اهو. ناقص بقى ان احنا نعمل الالماس اللي انا قلت لك عليه. الالماس بقى هيجي لي منين لفين؟ هيجي كده بالطريقه دي على نفس زاويه القب اللي انا واخداه من فوق، هيجي كده بالشكل ده اهو بالطريقه دي. بصوا شكله جميل جدا، فعشان كده هنعمله برضك بالدبابيس عشان اوريك الشكل النهائي بتاعه اهو كده لوحده. تمام، وبعدين هناخد الزاويه بتاعه القب، اهم حاجه زاويه القب دي معايا، المهم ان انا اخدها اهم حاجه اهي كده. وبعدين هاجي كده واروح ماخده الزاويه كلها على بعض بالشكل ده، واروح ماخده الزياده دي طبعا اهي. تمام هبدا اخد دي هنا اهي كده الطريقه دي، شايفه ازاي؟ تمام تمام. طيب بعدين هنعمل ايه بقى؟ القطعه دي انا مش عايزه اقطعها فخليها كده، عشان بس مش حابه ان انا اقطعها ومحتفظه بيها كبيره، فهبدا اجيب قطعه تانيه للناحيه التانيه. استني بس ادبسها من ورا بحيث ان هي ما تجريش معايا قدام. تمام كده كده اهو. تمام طيب بعدين هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نجيب قطعه تانيه صغيره اهي، هبدا ان انا اجيبها من هنا واروح عاملاها كده واخدها بالزاويه بتاعه الكب بردك بتاعتي، ادي الزاويه الاولى اهي، واروح ماخدها كده. استنيني بس كده. تمام واروح ماخدها بالزاويه دي كده. الموضوع سهل قوي يا جماعه وبسيط جدا، فستان ده سهل وبسيط بس هو محتاج شغل، يعني هو فيه شغل كتير، يعني هو حلو قوي، ويا رب يكون يعني الشرح بتاعي بيعجبك وسهل كده، ويا ريت تشجعيني باللايك الجميل. بصوا بقى ادي الفستان معايا بعد ما ركبت فيه الكسرات طبعا كلها، ناقص طبعا هنا الكسره دي عايزين ان احنا نضمها ضمنيها اهي. بصوا خلينا بس نضمها معايا لحظه واحده. تمام هنجيبها كده عشان خاطر نضمها معايا. تمام اهي. طيب مش مهم القطعه دي عادي خالص، اصلا كده كده في الكم المفروض نعمل نفس الشكل بتاعنا. ادي يا جماعه الشكل بتاع الفستان من الامام. تمام هنبدا نجيب بقى الخلف نركبه مع الامام. الخلف حابه تعملي فيه رسومات زي دي تمام، مش حابه تعملي فيه اي رسومات برضو. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي احنا ناقص لنا حاجه واحده بس، ايه هي؟ ناقص لنا ان احنا نعمل الجيبه
الجيبه بقى بطريقه مميزه قوي بحاجه اسمها القماش المضغوط. يعني ايه القماش المضغوط ده مريم؟ قماش بتشتريه تمام، او بتشتري اي نوع قماش انت حابه، نوعه مثلا صوف ايا كان نوع القماش اللي انت حابه تشتغليه، وبتوديه لعند حد متخصص لموضوع الضغط ده. الضغط ده بيضغطهولك ان هو يبقى فيه كسرات طبيعيه من غير ما انت تعملي كسرات فيها تمام. فاحنا هنبدا نعمل موضوع القماش المضغوط ده طبعا بشكل سهل ومبسط قوي. بس طبعا انت لسه ما عملتيش لايك، فاعملي لايك جميل كده وتعالي اجمل، ويا ريت تشوفي الفيديو كله لان صدقيني في كل مره هنقول نقطه مهمه قوي. دلوقتي انا بعمل ايه عشان بس نبقى مع بعض في الخطوات؟ دلوقتي انا بقسم القماش بتاعتي ما بين كل كسره والتانيه 2 سنتي، بين كل كسره والتانيه 2 سنتي، بحيث ان انا اعمل القماش المضغوط ده قدامك. يعني انا هعمله بايدي، انت لا هتعمليه طبعا عند اي حد متخصص في اي نوعيه قماش انت حباها. في انواع قماش كتيره قوي ممكن ان هي تنفع للقماش المضغوط، هي الفكره بس النوع اللي انت حباه ايه تمام. فالفستان ده تقدري تقولي ان هو بردك ممكن تعمليه شتوي بشكل سهل ومبسط قوي. بالنسبه للالماس اللي انا حطاه ده، هو موجود على فكره بردك في الصوره الماس، بس بالنسبه له يعني انت ممكن ما عشان لو حابه تخرجي بيه لا تستخدمي بقى كلفه تمام. كلفه احسن لان هي هتمشي معاكي اكتر. الكسرات اللي انا هعملها كسرات رفيعه عشان تديكي نفس فكره القماش المضغوط اللي انا بكلمك فيه. بالنسبه بقى للكم يا جماعه، فالكم بسيط قوي وسهل. هبدا اركب دبابيس وارجع. الكم ده يا جماعه هو سهل قوي وبسيط تمام. بس فكره الكم بقى بتتكلم عن ايه؟ الكم بيتكلم ازاي؟ الكم بيتكلم ان احنا هنعمل في النص بتاعه كسرات زي اللي انت شفتيها دي في الامام، وهنركب له الماس. فالكم بردك في شغل كتير تمام. فانا هسكت؟ لا طبعا مش هسكت، اكيد هعمل الكم عشان يبقى الفستان بالنسبة لك كامل متكامل، من اول الجيبة من اول البلوزة لحد الكم طبعا لحد كل حاجة. المقاس طبعا معاكي مقاس ميديم 40 بشكل جميل قوي وسهل ومن الصفر. ولو انت حابة تمتلكي ميزة الحصري فشرفيني بالانتساب في القناة، هتمتلكي على طول ميزة الحصري انك تشوفي اي فيديو ينزل على القناة بشكل سهل مبسط خالص. بصوا بقى لحظه واحده اهو، وادي كده انا عملت كده نفس الفكره بتاعه القماش المضغوط تمام كده. طيب اول حاجه خالص يا جماعه محتاجينها ايه هي؟ ان احنا نبدا نقفل الامام مع الخلف، عشان خالص قصدي الامام الجيبه مع التفصيله بتاعتي، عشان خاطر اوريكي الشكل اتعمل ازاي وبصوره سهله ازاي. هبدا افرد كده بقى الطريقه دي، وهبدا اعمل كده اهو بالشكل مبسط قوي وسهل وبسيط تمام زي ما انت شايفه كده. وهنبدا بقى ان احنا نعمل الكم بتاعنا بشكل جميل قوي وبسيط. طبعا زي ما انا بحاول اوضح لك كل الامور بالطريقه دي، حاولي على قد ما تقدري ان انت تشجعيني باللايك الجميل والتعليق الاجمل عشان خاطر نستمر في الاحسن الاحسن، لان صدقوني ده بيرفعني يعني معنويا من جوه، ان انا ببقى مبسوطه جدا مبسوطه قوي لما بلاقي لايكات وكده. هبدا بقى واحده واحده يا جماعه ان انا اعمل ايه، احط نص دوران الدراع معايا، وبعدين ابدا انزل من هنا كده بطول الكم، بعدين انزل 7 سنتي رقم ثابت، 4 سنتي فوق بنطلعه برضو رقم ثابت. وهنعمل الكم بدون اي تقسيم، يعني هيبقى واسع. ليه بقى انا هعمله بدون اي تقسيم؟ عشان انا عايزه اشتغل فيه وهو واسع، بحيث ان الشغل بعد كده ممكن يبقى فيه خطوط خياطه، ممكن يبقى فيه ضم، فيه حاجات كده. وعلى فكره الكم برضو ممكن تركبي فيه جوبير نفس النوعيه اللي انت هتركبيها بالنسبه للبلوزه تمام. هنبدا نفرد الكم الاولاني معانا كده اهو، هنفرده كده، هنحدد بس المسافه طبعا من اول هنا المفروض ان احنا نعمل الكسرات بتاعتنا، يعني من اول الكم كله نعمل الكسرات. الكسرات هتبقى مكانها هنا اهو، والمكان التاني بردك للكسرات هيبقى هنا تمام. والالماس يعني الكسرات المفروض تبقى رفيعه في العرض ده، والكسرات الناحيه التانيه في العرض ده، والالماس من فوق، وهنا تبقى في النص الجبير واضح وباين. فعشان كده انا هعمل القطعه بتاعتي زي القطعه دي اهي تمام، زي الحته اللي احنا عاملينها في الصدر من فوق اهي بالشكل ده. وهبدا اجيب القطعه دي وهبدا اعملها كسرات.
طبعا المفروض ان احنا نعمل قطعتين كسرات، بس انا هعمل قطعة واحدة بس عشان اولا الوقت، ثانيا يعني انا مش هعمل كسرات كبيرة قوي، ثانيا مش هنعمل الكمين، هنعمل كم واحد بس عشان خاطر ايه الوقت، وعشان خاطر الفيديو ما يطولش مننا اكتر من كده. تمام. بالنسبة بقى للوسط، فهنعمل في الوسط حاجة جميلة قوي وانتي نفسك هتشوفيها وهتعجبك ان شاء الله. اهو بصوا كده، هبدأ بقى ان انا اجيب الدبابيس بتاعتي واحط الكسرات فيها من هنا. هي الدبابيس راحت فين؟ واحدة واحدة اهي. بصوا اهو، ادي كده الدبابيس، بصوا بشكل سهل ومبسط قوي يا جماعة. الدبابيس اهي هنركبها طبعا، وهنركب كده هنا مفيش اي زوايا، فهتجيلي بخط مستقيم على طول اهو، مفيش اي زوايا خالص اهي. تمام. هعمل قطعة واحدة بس قدامك اهو واشيل الزيادة، وهبدأ اجيب الالماز الرفيع. ممكن بقى التركية اللي احنا نعملها ما نعملش الماز رفيع، ممكن نعمل الماز عريض اهي كده، شايفة ازاي؟ دي تركية من عندي انا، دي تركية من عندي انا بس عشان تبقى للكم. ونعمل بدل ما نعمل كسرتين زي ما كنا هنعمل، لا نعمل كسرة واحدة ومن هنا جبير، بدل ما هنعمل ناحيتين كسرات وكده، لا نعمل واحدة بس ومن الناحية التانية جبير اهي. فاصبح عندي شكل الفستان من الناحية دي اهو. طبعا بالنسبة للزيادة دي، فالزيادة دي هضمها طبعا من تحت من هنا اهو كده، طبعا مش عايزة اضمها قوي، وهبدأ ان انا الفها كده، وهبدأ اجيب بقى الفستان وهعمل فيه الشكل ده واركبها فيها. لحظة واحدة اركب فيه الكم، لحظة واحدة هوريكي شكل الكم يا جماعة في الاخر خالص اهو. وهبدأ ان انا اعمل كده وادخل الكم طبعا مع الشكل النهائي اهو. تمام. وهبدأ ادبس برضك الكم من هنا بالطريقة دي عشان اوريك الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. لحظة واحدة بوريكوا الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، وبشكل سهل ومبسط جدا ومن الصفر. بصوا بقى يا جماعة، ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الفكرة هتعجبك قوي. فستان خروج بطريقة جميلة قوي وسهلة وبسيطة. اهم حاجه لو انت حابه نفس الفكره دي اتفرجي من الاول لحد الاخر، لان في كل مره في تفصيله جديده وفي حاجه جديده بنقولها. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.